ايش اكثر شيء ممكن يصير سيء لو ما تكلمتي؟ احنا حنخليكي تتكلمي. فساب المسدس ومسك مطرقه اللي تم اطلاق النار عليه في راسه. الرجال طلع حي. صدمه يا جماعه. الفيديو اللي شفته الآن باين عليه فيديو تصوير منزلي لشخص قاعد يفتح هدايا، والواضح ان هي هدايا الكريسماس. اذا هذا الشيء اللي جا في بالك عزيزي المشاهد فانت ما انت غلطان، فعلا كان الوقت كريسماس، وفعلا هذا تصوير منزلي، وفعلا هذا الشخص كان بيفتح الهدايا حقت الكريسماس. ولكن في كمان اشياء انت ما تعرفها، زي مثلا فين الفيديو ده، متى الفيديو ده، والأهم إيش صار بعد الفيديو ده، ومين دول اللي ظهروا في الفيديو. Let's get into it. السلام عليكم، أنا لمو. فيديو اليوم ذكرني في قضية تكلمت عنها في قناتي. آخر الفيديو حقول لكم إيش هي القضية، لكن دي بالنسبة لي أشوفها فيها تعذيب نفسي. نهايتها حلوة ومحلولة، لكن اللي صار فيها يعور القلب، فخلينا ندخل في التفاصيل. في عام 1990 تحديدا في وقت الكريسماس زي ما ذكرت في بداية الفيديو، كان في عائلة يقال ان اسمها عائلة تيدي، وفي ناس تقول عائلة تيدا، والاغلب سمعتهم يقولوا تيدا. هذه العائلة عندها كوخ او كابن او كابينة موجودة في منطقة جدا جميلة. المنطقة دي هادئة وبعيدة كده عن الازعاج والدوشة. في دي الكابن دائما يسووا فيها اي اجتماعات للعائلة، او بيحتفلوا في الاجازات او المناسبات اللي تيجي للعائلة، او عموما المناسبات العامة، مثلا الكريسماس واحدة منها. يبعدوا عن ضجيج مدينة ومدري ايش ويهد دعوا أعصابهم، ولكن فيها عيب واحد، إنها جدا بعيدة وفي منطقة شبه مقطوعة. يعني مثلا مو مثلا مكان ما حد يعرف عنه، ولا مكان مثلا في وسط صحراء، لا، بس هي منطقة بعيدة بين الجبال ولكن جميلة حسب ما أنا شوف. فعندهم الكابن هادي، ما أعرف إذا كان في كابن تاني غيرها، وأعلى ما أعتقد هذه المعلومة ما شفتها في المصادر اللي شفت فيها القصة، إنه في كذا كابن موجودة في هذه المنطقة، بس كل واحدة فيهم نقول مرمية في ناحية. ليش قلت المعلومة دي؟ يعرفوا قدام ليش قلتها. فالعيلة هذه مكونة من أم وأب وبنتين بس. الأب اسمه رولف، الأم اسمها كي، والبنتين تريشا وليني. زي ما شفتوا بداية القصة إنه هذه القصة كانت في أوكلي في يوتا في يوم 22 ديسمبر من عام 1990، قبل الكريسماس بثلاثة أيام. العيلة قررت إنه إحنا حنجلس الفترة اللي قبل الكريسماس، وطبعا يوم الكريسماس والفترة اللي بعد الكريسماس، يعني إجازة كاملة. هم راحوا أصحاب الكوخ في البداية عشان يزينوا الكوخ أو يزينوا الكابن، جهزوها لاستقبال باقي أفراد العيلة وإذا كان في أصدقاء، المهم لسه حيحتفلوا، فقاعدين يجهزوا في الكابن. فاللي راحوا هم الأم والأب والبنتين زائد الجدة. في نقطة لازم نعرفها كويس، هذه المنطقة اللي فيها الكوخ في لها بوابة رئيسية، تمام؟ عشان كده قلت لكم المنطقة أوكي هي بعيدة، بس في نفس الوقت معروفة. جنب البوابة الرئيسية في مكان تصف فيه السيارة، ومن المكان ده تاخذ سيارة الثلج زي ما يسموها، عشان من هذه البوابة للكوخ حقك أو للكابن حقتك تسوقها بسيارة الثلج مو سيارتك أنت. فذا اليوم لما راحوا الخمسة أفراد دولة شافوا إنه في أشياء ناقصة ما جابوها معاهم، عشان كده قرروا كلهم الخمسة يروحوا للمدينة عشان يجيبوا بعض المشتريات، وراحوا بسيارتين. السيارة الأولى فيها ليني والأم والجدة، والسيارة الثانية فيها الأب وتريشا بنته. راحوا وخلصوا مشترياتهم ورجعوا. فلما رجعوا كانوا طبعا الاثنين ورا بعض، يعني انطلقوا مع بعض ورجعوا مع بعض. أول سيارة وصلت وأخذت سيارة الثلج وصلت للكابن كانت السيارة اللي فيها ليني والأم والجدة، يعني كانوا أول ناس يوصلوا للكابن. اللي بقول لكم هو ده كله أتخيل أنه هو صار بسرعة، بس أنا لازم أتكلم بشويش عشان أنت تستوعب اللي صار وأعطيك مجال تتخيل. وصلوا للكوخ، ليني بتساعد جدتها وأمها أنهم يشيلوا الأشياء من السيارة ويدخلوها الكوخ، لكن ليني كانت جدا بردانة ويدها خلاص مجمدة، فقالت لأمها حدخل الكوخ
قبلكم بس أدفي يدي وأطلع أساعدكم. فأمه قالت لي طيب خلاص روحي. ليني دخلت كانت طالعة فوق الدور اللي فوق، لمحت وراء الثلاجة في خيال شخص لابس رمادي وزي اللي ما يبغاها تشوفه فقاعد يبعد. ليني إجا في بالها إنه هذا واحد من أبناء أعمامها أو واحدة من بنات أعمامها من الناس اللي كانوا بيستنوهم إنهم يجوا، فزي اللي بتتخبى أو بيتخبى عشان ينطوا عليها اللي بخ يسوولها، فهمتوا يعني حركات يسوولهم مفاجأة، لأنه كان متوقع يجي أي أحد من العيلة. عشان كده ما انفجعت، وفعلا جاء ونط الشخص ده قدامها، ولكن ما طلع أحد من قرايبها. طلع شاب في العشرينيات من عمره، لابس رمادي، شعره مجعد، وماسك مسدس وموجه المسدس على ليني. من هذه اللحظة إلين بعدين، كل اللي باكم تتخيلوه، طبعا بسم الله عليكم يعني، بس كل اللي باكم تتخيلوه في القصة دي كمية الصدمة لكل شخص عشان يستوعب إيش قاعد يصير قدامه. ليني يا جماعة كان عمره 16 سنة في ذا الوقت، فالبنت الآن قدام شخص مسلح. ما في ثواني إلا الأم دخلت هي والجدة، وهنا يظهر واحد تاني نسميه المجرم رقم 2، وصوب المسدس حقه على الأم، والأم هنا انفجعت قالت له مين أنت وكيف جيت هنا وإيش تبغى؟ بعدين على ما أعتقد قالت له إنه حاعطيك اللي تبغاه بس سيبنا. بعد الجملة دي بثواني أطلق النار على الأم. تخيلوا قدام ليني شافت أمها وهي بتنطخ وطاحت في الأرض، وجه المسدس على الجدة وأطلق النار عليها. إيش تتوقعوا ردة فعل البنت في دي اللحظة؟ ليني ما كانت مدركة الشيء اللي صار معاها، لأنه فجأة سمعت طخ، فجأة سمعت إنه في أحد قاعد يطخطخ، وفجأة شافت إنه جدتها وأمها طاحوا. البنت ما هي مستوعبة هو مين اللي طخ، مو واضح مين فيهم، بس فجأة تم إطلاق النار. لكن الأغلب بيقول إيه وفعلا هو الثاني هو اللي أطلق النار، لأنه كان موجه المسدس عليهم. هنا ليني يا جماعة استوعبت إنه أختها وأبوها جايين بسيارة الثلج للكابن. شفتوا هذا كله صار بسرعة، يعني الاثنين كانوا فود يركبوا السيارة حقت الكابن تمام ويوصلوا للكابن. تخيلوا دولا وصلوا وصار معاهم دا كله كده في دقائق ورا بعض وأقل كمان، ودولا دوبهم يوصلوا. اللي كان ماسك ليني اللي لابس رمادي نقول قاتل رقم 1 بالمسدس حقه ثبته في ظهرها زي اللي ولا كلمة. الأب والبنت نزلوا من السيارة، فالتاني اللي هو المجرم رقم 2، هم 2 بس، نط من الجراج على الأب والبنت، وجه المسدس عليه وقال له لا تتحرك لا تتحرك لا تسوي أي شيء، طلع لي إيش فيه في جيبك. الأب في ثواني تعرفوا اللي إيش صار إيش فيه وين اللي في البيت، أما لتكون أنت سويت فيهم شيء ليكون قتلهم، كل هذا في راسه أكيد. قام الأب حط يده في جيبه وطلع كل شيء في جيبه وقال له بس سيبنا، خد اللي تبغى، خد السيارة، خد كل شيء. المجرم رقم 1 أعطى تعليمات للمجرم رقم 2 وقال له أطلق النار عليه، لكن الواضح المجرم رقم 2 ما يبغى، فساب المسدس ومسك مطرقة. ليه مسك مطرقة ما أدري، بس جايني إحساس إنه هو أصلاً ما كان يبي يسوي جريمة. فاللي صار يا جماعة إن المجرم رقم 1 ساب ليني ومسك المسدس ووجهه على الأب، أطلق النار ما طلع رصاص، أطلق النار ثاني مرة وما طلع رصاص، أطلق النار ثالث مرة وهنا طلعت الرصاصة. يقال إن الرصاصة كانت قريبة من تريشا لكن أصابت الأب وطاح في مكانه. تريشا شافت أبوها وهو بيموت قدامها، بيجي دحين البنتين دولة بس. المجرمين هنا لما شافوا إنه خلاص هم خلصوا اللي يبغوا قالوا للبنات فين في بنزين نبغاه. المجرمين عشان ما يبغوا أثرهم يفضل في المكان قاموا فكروا إنهم يحرقوا المكان عشان الأثر يروح، وفعلا كبكبوا البنزين وحرقوا المكان، وقالوا للبنات ياخذوا الأشياء اللي هم سرقوها يحطوها في سيارة الثلج، وأخذوا البنتين وراحوا للبوابة الرئيسية بعد ما حرقوا الكابن. الحريق الواضح انه هو ما كان كبير، او يمكن الغاز او البنزين ما كان في كل البيت، كان في اماكن معينة، لانه كابن بعد كده ما انحرقت كلها، بقي منها. هذا الكلام انا قلته لانه في صور للكابن والمسرح الجريمة، فعشان كده انا شايفه في بعض الاشياء ما انحرقت او حريقها كان خفيف. ابغى بس تتخيلوا، بعيد الشر عنكم طبعا، بس ابغاكم تتخيلوا صدمة البنتين دولة على كل شيء صار في دقائق قبل شوية، وصدمتهم في
إيش حيصير فينا قدام. لما نوصل البوابة الرئيسية اللي هي المكان اللي تحط فيه أنت سيارة الثلج عشان تأخذ سيارتك وتمشي، هنا شافوا عمهم جاي. عمهم لما شافهم كان زي اللي شافهم ويبقى يروح لهم. طيب بس البنتين طالعوا فيه، بعدين لفوا وجيههم الاثنين وكأنهم ما يعرفوه، اتجاهلوا عمهم تماما. هنا العم بيقول أنا استغربت من الحركة بس قلت أوكي مراهقين يعني ايش نسوي، وقال شفت معاهم شابين وجاء في اعتقادي ان دول البوي فريندز حقينهم. بس بعدها بشوية لما ركبوا السيارة البنتين والمختطفين، العم شافهم وكان قاعد يلوح لهم انه بيوقفهم او يسوي لهم باي باي. فالبنتين طنشوا تطنيش تام ولا سووا اي شيء، وهنا العم بدأ يقلق انه ما عمرهم البنتين سووا الحركة دي. بس العم ما كان يعرف انه البنتين كانوا أذكياء، تعمدوا يسووا كده عشان لو الاثنين دول عرفوا انه ده عم البنتين كانوا قتلوه هو كمان، على الاقل يكون شاهد على الشيء اللي صار. فالعم كان واقف شوية مستغرب، بس بعدها في اقل من دقيقة صار معاه موقف صدمة. يا جماعة على فكرة وأنا بصور معاكم الآن شفت في الشباك إنه قاعدة تمطر هنا عندنا في جدة، فتخيل إن أنا قاعدة أسوي لكم دي القصة والشباك وراكم قاعد يمطر. يعني صراحة روقان، مع إنه القصة مرة تحزن بس إنه الأجواء جميلة، فتوقيت جدا رهيب، حبيت أشارككم دي المعلومة. المهم اللي شافوا العم بعد كده وهو الشخص راكب السيارة حقة الثلج وماشي فيها إلين ما وصل وقرب عند العم. العم لاحظ إنه الرجل ده لا لابس هيلمت أو حتى جاكيت ولا قفازات، وإحنا نتكلم عن مكان كله ثلج في منطقة يعني معزولة، فالبرد هناك دبل. قرب الشخص ده أكتر وأكتر من العم. العم اسمه راندي، لاحظ إنه البني آدم ده وجهه كبير منتفخ، عينه من كتر ما هي منفوخة يا جماعة قربت تقفل، وفوق ده كله الرجال وجهه كله دم. الرجال قاعد ينزف، لين ما استوعب إنه هذا أخوه أبو البنات اللي تم إطلاق النار عليه في راسه. الرجال طلع حي، قال لأخوه بسرعة إيش اللي صار. فتخيلوا العم راندي واقف في النص يبقى يستوعب اللي هو شايفه، يبقى يستوعب شكل أخوه، يبقى يستوعب اللي صار في الكابن، ويبقى يستوعب أنه قبل شوية شاف بنات أخوه قاعدين ينخطفوا. فشوفوا الموقف اللي فيه الرجال ده من فين يبدأ. الأب ما أهتم في صحته، قال له ألحق بناتي، أبغى بناتي. فراندي أخذ أخوه حطه في الكرسي الوراني ولحق السيارة، لكن ما قدر يلحقها، ما قدر يشوف هي فين، لكن فاكر كل شيء في السيارة. فوقتها كان عنده جوال، بس طبعا يعني الجوال يلا لك عليه. المشكلة المنطقة اللي هم فيها كان كلها جبال، فالإرسال كان جدا سيء، إلين ما لقى إرسال واتصل في 911 وحكاهم كل شيء. فجأة جوال الرجال قفل، قام راح لأقرب محطة واتصل وكمل كلامه مع الشرطة وقال لهم الآن أبغى هليكوبتر عشان أخويا في حالة جدا حرجة، لأن هم في مكان زي ما قلت لكم مقطوع. فجابوا له فعلا الهليكوبتر وأخذوا الأخ. في دي الأثناء كانوا البنتين مع الخاطفين بيمشوا، وفجأة مرت من جنبهم سيارة شرطة. سيارة الشرطة فجأة لفت ولحقت الخاطفين. فالبنتين تعرفوا زي اللي ماسكين يد بعض، اللي أخيرا الشرطة شافتنا. أتوقع فهموا هنا إنه عمهم حس إنه فيهم شيء غلط وكلم الشرطة. الخاطفين أصيبوا بالذعر زي ما قالوا، ما هم عارفين إيش يسووا، فدعسوا لأقصى سرعة وصاروا الشرطة يزيدوا يلحقوهم إلين ما راحوا الخاطفين ناحية وادي. بس هناك من السرعة اللي كانوا فيها انعطفوا وطاحوا في مكان كده على الجنب. على طول جات كل سيارات الشرطة حوالينهم ونزلوا وكل المسدسات على السيارة، كانوا كلهم جوا أحياء، ما أصيبوا بأي شيء لأنه السيارة حرفيا ما انصدمت بشيء ولا تحطمت ولا كانت صدمة كبيرة. البنتين أخذوهم الشرطة والمجرمين تم إلقاء القبض عليهم. الأب كان في حالة جدا حرجة لكن عاش. تعرفوا ليش عاش؟ طبعا هو أكيد مكتوب. المسدس اللي استخدمه المجرم كان مسدس صيد الطيور. طيب هو في النهاية مسدس وفي النهاية خطر وفي النهاية بيقتل، تعرفوا اللي نسبة إصابته بالعادة مو نفس إصابة المسدس العادي. هذا الكلام هم قالوه، أنا ما عندي أي خبرة في المسدسات ولا أدري عنها، بس ممكن استخدام المجرم للمسدس الغلط بطريقة غلط من الذعر حقه إنه يا الله مو راضي يشتغل، جات الطلقة عند العين، بس في النهاية الرجال عاش. لكن هنا في تفصيلة شوية مزعجة وأنا هتكلم عنها، إذا حسيت إن أنت تضايقت فورا سوي ميوت أو
مشي شوي الفيديو. البيت كان يحترق طيب، والنار بدأت تيجي في سترة الأب. فالأب لما شاف نفسه أنه هو على قيد الحياة جاته قوة أنه قام وشال السترة، دخل الحمام أخذ شاور عشان يشيل أي بواقي من البنزين وركب السيارة وراح. تفتكروا ما قلت لكم الأخ شاف أنه في واحد لا لابس جاكيت ولا لابس قفازات ولا لابس شيء؟ الرجال مو حاسس بالبرد، مع أنه أخذ شاور مو حاسس بالبرد. وهنا نتعرف على المجرمين. المجرم الأول اللي كان لابس سترة اللي لونها رمادي كان اسمه فون تايلر، أما الثاني كان اسمه إدوارد ديلي. مين الولدين دولة اللي كانوا أصلاً من أوائل لمنتصف العشرينات وليش سووا كده؟ الولدين دولة يا جماعة كانوا من قبل عليهم سوابق، يعني كانوا مسجونين. الأول اللي هو فون كان مسجون لأنه عمل عملية سطو قبل كده، يعني حاول يقتحم وسرق. أما الثاني تم إلقاء القبض عليه لأنه حرق مكان بالعمد. التهمتين اللي سووها قبل رجعوا سووها لكن دي المرة في مكان واحد. بعد إطلاق سراحهم تمام حطوهم في بيت زي ما قالوا في كده في منتصف الطريق. قعدوا شوية في ده البيت بعدين خرجوا عشان يدوروا على شغل. كم الفترة اللي قعدوا فيها يدوروا فيها شغل وفين دوروا بالضبط مو مذكورة في المصادر اللي أنا شفتها، لكن أصلا في النهاية ما هي مهمة لأنه هم يعني انتهى فيهم المطاف إنه واحد فيهم يعرف عن موضوع الكوخ، فراحوا الاثنين للكوخ هذا عشان يبوا يسرقوا منه يأكلوا ويشربوا كده. وفي نفس الوقت هم بيستنوا العيلة عشان يبوا يسرقوا السيارة حقت العيلة ويطلعوا برا المكان اللي هم فيه اللي هو يعتبر مقطوع. اللي ما تعرفوه انه قبل لا يجلسوا في كوخ العيلة قالوا انهم سرقوا كذا كوخ قبلها، فده اللي خلاني اخمن المنطقة دي فيها كذا كوخ بس كل واحد بعيد عن الثاني او انه بس كوخ العيلة الوحيد اللي بعيد. فهم لما خلصوا من الاكواخ راحوا لكوخ العيلة وقعدوا فيه. طبعا انا بقول كوخ هو ممكن كوخ كابن كله يعني يمشي، بس عموما قعدوا في الكابن حقت العيلة واستنوهم لين ما يجوا عشان بس يسرقوا السيارة. خلال ما هم قاعدين بيستنوا قعدوا شربوا اكلوا وبكل وقاحة فكوا هدايا الكريسمس اللي كانت العيلة لفتها عشان لما ييجوا باقي العيلة ويحتفلوا. وهذا السبب اللي خلى الاثنين دولة يحرقوا المكان عشان الدينة حقهم حرفيا في كل مكان. كان في أماكن لسه ما انحرقت، أماكن زي طاولة القهوة زي ما قالت الشرطة. طاولة القهوة كان فيها كاميرا فيديو وكان فيها أشرطة. أخذت الشرطة هذا الشريط وشغلته، شافت انه في أشرطة فيها عاية تصوير العيلة وشافت انه الاثنين دولة صوروا فيديو قبل حدوث الجريمة بشوية اللي شفتوه بداية المقطع. I don't know. Okay. I don't think I got all of this. I don't know. How am I supposed to find out? What is it? إدوارد ماسك الكاميرا وبيصور فون. سبحان الله يقول لك سيماهم في وجوههم. فون واضح عليه انه هو تحسه متعود ما عنده قلب ابدا، والكلام هذا ما جبته من عندي، هو فعلا فون ما عنده اي قلب ولا اي احساس. لانه لما جوا عند المحاكمه فون لا بان عليه الندم ولا بان عليه انه متاثر ولا اعتذر للعيله ولا اي شيء، عادي. فون يا جماعه يعني زبده الموضوع، لانه انت تعرف امور المحكمه جدا طويله وما ادري ايش، في امور ممكن أذكرها مثلا لأنه يعني حيحتاج أن أنا أحكيكم مثلا صار تويست في المحكمة صار شيء معين قال، بس هادي يعني مو مهم تعرفوا كل شيء. أنا يهمني تعرفوا أنه الحكم عليه الأخ بالإعدام ومو حكم واحد حكمين، لأنه في البداية لما جابوه كان عليه يمكن فوق 8 تهم. العائلة تبغى الإعدام، فعشان الإعدام ده أسقطوا عنه تهم كتير وخلوا تهمتين اللي هي القتل العمد والتانية اللي هو هرب من الشرطة وكان بيسوق بسرعة عالية ومدري. مهم انه الاعدام اعطوله هو. خلصت محاكمة الاخ فون اللي هو رقم واحد اللي هو انا شاكة انه العقل المدبر. بعد 3 اسابيع جاء وقت
الأخ الثاني اللي هو إدوارد، ومفاجأة مين اللي ظهر في قاعة المحكمة؟ أبو البنتين. الأب إدوارد وفون ما كانوا يعرفوا أن الأب لسه عايش، انصدم لما نعرف أنه هو عايش، انصدم لأنه المفروض أنه الطلقة جات في الرأس جنب العين، أن أنت خلاص ميت، ربنا كتب له عمر جديد، وأنت لما تشوفوا الأب تقولوا ولا كأنه صار معاه شيء. كان القتل من الدرجة الثانية. وبرضو شيء ثاني مشابه للأخ الأولاني، شوفوا أنا ما أفهم يا جماعة في أمور المحكمة وما أفهم في القانون كويس، فعشان كده أنا اديتكم الزبدة. طيب إذا أنتوا حابين تعرفوا أكثر يمديكم تبحثوا عن القضية وتعرفوا أكثر بالتفصيل الممل، لكن اللي نعرفه دحين أنه رقم واحد وهو فون كان الإعدام عليه الإعدام، أما الثاني ما عليه إعدام لكن السجن مدى الحياة. بس أصبروا لسه القصة ما خلصت. أبو البنتين جاله سرطان ومات. البنتين هم اللي حكوا القصة اللي صارت معاهم زائد العم راندي. راندي حكى الشيء اللي شافه بداية ما شاف البنتين وهم مخطوفين وأخوه، لكن الشيء اللي صار قبل ليني وتريشا هم اللي حكوا. في 2014 الأخ فون طلب استئناف والمحكمة رفضت، وحكم الإعدام حيمشي عليك. أما بالنسبة لإدوارد تاني اللي أخذ سجن مدى الحياة، رسل رسالة لليني إنه هو بيعتذر منها وإنه سامحيني تغيرت، أنا دحين بكتب لك إنه أنا إدوارد الشخص العاقل الكبير، مو نفس الشاب الشرير اللي شفتي ذاك اليوم. طلب منها إنها تسامحه، ما أدري ليش ليني بالذات، ليه وتريشا فين، بس في النهاية ليني قالت أنا سامحته. ما أعرف إيش اللي قاعد يصير في راس ليني وقتها، بس وهي قالت إنه أنا أخيرا لقيت حريتي لأنه كان ممكن ياخدوني يعملوا يسووا، فقررت إنه أنا أسامحه. قرارها وهي حرة في النهاية وما حيغير شيء لأنه هو مرمي في السجن وما حيطلع. لكن الآن لو جف بالكم إنه بطلت العيلة تروح تاني للكوخ، فأنتوا غلطانين، لأنه البنتين رمموا الكوخ من أول وجديد وخلوا الكوخ بدال ما هو ذكرى سيئة يكون ذكرى جميلة، لأنه أول شيء كمكان استراتيجي ومكانه جدا جميل، مكان لراحة البال، ومن وقت ما صارت الجريمة دي ما عاد صار شيء تاني. ولكن البنتين بيقولوا يعني زي اللي روح أمنا هنا، آخر مرة شفنا أمنا كان هنا وجدتنا طبعا، فبدال ما نفتكر شيء سيء نفتكر أنه هنا إحنا لما نيجي كأننا بنلتقي فيها تاني مرة. المشاعر دي اللي تفضل انت بتحس بشيء فما تقدر توصفه وبتوصفه بدي الطريقة. وما زالوا من بعدها يروحوا للكوخ، يجلسوا يجتمعوا مع العيلة ويحتفلوا كل سنة بالكريسماس، لكن ما نقدر ننكر انه كل ما يجي وقت الكريسماس اللي هو وقت الجريمة يوم 22 ديسمبر ما يقدروا انهم ينسوا اليوم هذا. فأتخيل أنه بدل ما يحتفلوا قبلها بكم يوم يفتكروا الحادثة وبعدها يحتفلوا في نفس المكان، أنه زي أنه المكان اللي أنتوا متوا فيه زي اللي حسكم موجود فيه، فحنحتفل معاكم في ده المكان، فهمتوا؟ فأنا عجبتني النهاية أنهم حولوا المكان اللي فيه تراجيدي لمكان جميل لذكرى جميلة، ما خلوا الشيء ده أنه يعور لهم قلبهم، مع أنه هم ما حينسوا الشيء هذا، ولكن تعرفوا اللي أخذوها بإيجابية. ومن بعد الموقف ده تريشا وليني صاروا البنات قريبين من بعض أكثر. لا تنسوا الشيء اللي شافوه قدامهم ما كان قليل، كل واحدة فيهم كانت بتقول أنا حموت دحين خلاص، أنا إيش حيصير فيها لو أنه مثلا عمي ما تكلم، لو أنه الشرطة ما أدري إيش، إيش كان حيصير فيهم؟ هم حقيقي ما كانوا عارفين، هم كانوا راكبين مع الخاطفين في السيارة ورايحين، ما يدروا هم رايحين فين وإيش حيصير فيهم. واحد من الخاطفين كان يطالع في واحدة من البنات ورفع بنطلونه وراهم ناحية الرجل إنه عنده سكينة، وقال لها لا تقلقي ترى أنا كمان بارع في السكاكين. ما أعرف ليش قال لها كده، بس الواضح إنه الأسلحة كانت في الشنطة وهم قاعدين في السيارة جوا ما في أي سلاح. فزي اللي اسمعي لا تحسب إنه الأسلحة ورا، يا أنا ما أقدر أهددك بشيء، ترى معي سكينة وبارع فيها نفس ما أنا بارع في المسدسات. تراما لبنات في عمر 16 وكده. أبى أعرفكم عن بحيرة أتيتلان. دي البحيرة موجودة في غواتيمالا. الوصف اللي معروفة فيه دي البحيرة إنها جدا جميلة، لون الموية مرة قالب فيروزي مرة تحسه كده كريستالي، تقدر تسوي أنواع من الأنشطة والرياضات في دي البحيرة، مثلا عندك السباحة في مكان معين. ومن أكثر الأشياء المشهورة هناك إنك بتمارس التأمل أو بين قوسين اليوغا، كمان تقدر تمارس الكاياكينج اللي هو التجديف بالقارب، يعني عندك أشياء كتير تقدر تسويها في دي البحيرة من جمالها. بس دائما دام في شيء حلو لازم يكون له جانب مظلم. وهذه قصة اليوم. Let's get into it. It's incredible.
I've never seen anything like this in my life. It's unbelievable. I don't even know how to describe it. السلام عليكم، أنا لمو. قصة اليوم تعتبر لسه جديدة، لسه طازة، صايرة ما لها كم شهر. بضروري تعرفوا أن القصة لسه مفتوحة ما انحلت، لكن عندي حدس جدا قوي يقول أنه خلاص هانت، لأنه لو تعرفوا الناس اللي بدأت تمسك القضية دي حتعرفوا أنه قربت فعلا. يعني شبهوها بقصة جابي بتيتو. أنا شخصيا أشوفها تشبه قصة تكلمت عنها وهي تانغامو نيدا. خلونا ندخل في التفاصيل ونعرف هي تشبه ايش وممكن ما تشبه ولا شيء. طيب في البداية بعرفكم على نانسي. نانسي خلينا نتعرف عليها كويس جوا القصة، تمام؟ لكن اللي يهم اللي تعرفوه انه البنت هذه مرة تحب تغامر. واحدة من هواياتها مثلا عندكم التزلج، وفي كمان عندها هواية جدا مشهورة وهي اليوغا او ممارسة التأمل، وهي اهم عنصر في قصة اليوم. من سنة تقريبا في 2022 كان في كوتش معين او مدرب لليوغا، كانت هي دائما تروح تحضر الكلاسز حقته. ففي يوم من الايام الكوتش أو المدرب عمل رحلة يقال إن هي نفس الرحلة لغواتيمالا، تحديداً بحيرة أتيتلان اللي كلمتكم عليها في البداية، وكان الهدف إنه يمارسوا زي ما قلت لكم الأنشطة المختلفة. لكن لما تروح هناك وشوفوا الشيء ده ما ذكر في الرحلة الأولى، ولكن اللي عرفته إنه بالعادة يقفلوا جوالاتهم عشان يبعدوا عن السوشيال ميديا ويتأملوا أكثر في الطبيعة. تعرفوا ده الجو اللي أنا خليني أبعد عن الجوال، خليني أركز في الحياة الواقعية اللي أنا فيها واللي هو كلنا نحتاجه صراحة. نانسي من ضمن الناس اللي راحت هذه الرحلة، ولما رجعت من الرحلة دي كانت مو بس طايرة فرح، جدا مبسوطة فوق السحاب. حتى قالت لأهلها لما يسووها تاني تبغى تروح للمرة التانية. وهذا اللي صار في 2023 تحديدا في شهر أكتوبر، انعادت تاني مرة الرحلة لنفس الاستوديو لنفس المكان. هنا ضروري نعرف حاجة، إنه الأهل ما كانوا شايلين هم بنتهم، لأنه نانسي كان عمرها أول شيء 29 سنة. غير كده المكان والرحلة اللي هي رايحت لها هذه السنة نفس السنة الماضية، فلما أهلها شافوا هي قديش مبسوطة وإنها مسؤولة عن نفسها وكل شيء، فخلاص يعني إنه إيش أكتر شيء ممكن يصير سيء. فهي فرحت وقالت أبا أروح، وفعلا راحت. وهنا هنبدأ نركز كويس. يكون في علمكم رحلة المرة الأولى ما عندي معلومات كثير ليها، وحطوا في بالكم إن هي أبداً ما لها أي يعني لزمة في باقي القصة، يعني هي بس تعرفوا إنه هذه الرحلة كانت قبل كده والآن انعادت. فما ندري بالضبط إيش اللي صار في الرحلة الأولى، ولكن في الرحلة الثانية اللي هي نتكلم عنها الآن جلسوا لمدة أسبوع كامل ابتداء من يوم 15 أكتوبر إلين 21 أكتوبر، والرجعة كانت يوم 22. هما ما حسبوا يوم 22 لأن يوم 22 ما حيصير فيه أي شيء. اللي أنا قلته ده الآن مهم. قبل ما تسافر نانسي بيوم كانوا بيحتفلوا بيوم ميلاد أخوها جوناثان، ويقال إنه كمان في ميلاد أحد تاني برضو، أحد تاني من إخوانها، إنه كان في جمع عائلية حلوة، وكمان إنه يعني لا تنسوا إن هي كمان هتسافر، فزي اللي بيجلسوا مع بعض شوية. وكمان تكلموا عنها قد إيش هي كانت يعني بيكي في الأكل، يعني كانت من النوع اللي نباتي، فليش تأكلوا هذا الشيء، لا تأكلوا هذا مدري إيش. يعني جلستها كده مرة تضحك. نانسي كانت من الناس يعني اللي كل الكلام اللي كان ينقال عنها يعور القلب من كتر ما هي حلوة، من كتر ما هي شخصيتها جدا حلوة. وسافرت لغواتيمالا، وأول ما وصلت لغواتيمالا رسلت لأهلها الرسائل الآتية. أول شيء كتبت لهم إنه أنا وصلت وبسلام، وبعدها على ما أظن كتبت هابي بيرثداي جوناثان، وآخر شيء كتبته كان تنبيه أنا حكون أوفلاين لعدة أيام، في حالة إنكم ما سمعتوا ولا شيء من عندي تكونوا بس عارفين. وهذا كان قصدي لما قلت لكم إنه خلاص بيبعدوا عن الجوالات، بيبعدوا عن كل شيء عشان أنا رايح لغرض معين، فأبعد عن السوشيال ميديا والجوال وما إلى ذلك. وفعلا كانت من داء الوقت أوفلاين ليومنا هذا. دحين إحنا ما عندنا معلومات
عن أول كم يوم كيف مشي، بس اللي واضح إنه هو كان شيء طبيعي. معلش إذا صوتي شوية بعيد فالمايك لأنه بعيد، لأنه الستاند كان مكسور فما عرفت أحط المايك فين. مفروض أقول الكلام ده من البداية بس معلش. يوم 19 أكتوبر كان الفريق مستأجر قوارب، كل واحد فيهم عنده قارب عشان يمارسوا الكاياكينج اللي هو التجديف. أعرفكم على إلين ولي، دول الاثنين هم اللي أجروا أو هم المسؤولين وأصحاب المكتب حق تأجير القوارب للناس. فزي اللي خلاص الاثنين دول يعرفوا صاحب الجروب ده ويعرفوا أن الكوتش ده دائما يجيب هنا تلاميذه أو حيجيبهم دائما، فبيتعاملوا مع بعض. كانوا أجروا 10 قوارب. على فكرة في بعض المصادر قالت أنه هم كانوا 12 شخص في الرحلة، لكن أغلب المصادر قالت أنه هم كانوا 10 أشخاص. فيمكن الشخصين الزيادة دول نثريين، يعني مثلا كانوا بس من جروب التنظيم أو شيء، لكن احنا تركيزنا على 10. والكلام ده كان الساعة 10 صباح يوم 19 أكتوبر، وفي شخص ما من الجروب ما ندري مين بالضبط بس أخذ هذا الفيديو للمجموعة أول ما بدأوا يركبوا القوارب وبدأوا ينطلقوا. بعد ما خلصوا التجديف كله رجعوا بالقوارب، سلموا القوارب وراحوا للفندق. اليوم الثاني ما أعرف هو كان اتفاق بينهم أو كيف، بس إلين صاحبة المكتب حق القوارب اتصلت في الفندق اللي فيه الجروب وطلبت تتكلم مع الكوتش عشان تبى تذكره أنه ترى ما تم دفع الفاتورة. تتفاجأ إلين أن الفندق بيقول لها الجروب مشي، مو بس مشي من الفندق، مشي من البلد بكبرها. الكلام ده كان يوم 20، وأنا إيش قلت في البداية؟ الرجعة يوم 22. ليه رجعتوا بدري؟ الشيء اللي خلي إلين تستغرب أكتر مو إنه ما دفعوا، اللي خلاها تستغرب إنه القوارب اللي رجعت كانت 9 قوارب فقط، وقدام عينها 10 ركبوا القوارب ومشيوا. في شخص ما سلم القارب حقه ولا شافته هو طالع من البحيرة، والشخص ده كان نانسي. لما نسأل إلين نقول لها أنت إيش شفتي لما كانوا بيسلموا القوارب، إلين قالت لما جات القوارب من البحيرة جات 8 قوارب، يعني 8 أشخاص من الجروب، فكده باقي 2، نانسي وواحدة تانية. خلينا نعطي مثلا اسم للبنت اللي كانت مع نانسي بكي. إلين بتقول لما طالعت بعيدة على مد البصر شافت إنه في قاربين جايين، اللي هو قارب نانسي وقارب كي، فالاثنين كانوا جايين من بعيد واضح، فهي خلاص قالت أوكي شكلهم جايين فخلاص ما احتاج إنها تستناهم. بس لما رجعت بتقول لاحظت بس كي اللي خرجت، نانسي ما خرجت، قارب نانسي ما بان. وأضافت وقالت كي كان عليها التوتر. الجروب ده المفروض يمشي يوم 22، تمشي يوم 20 ليه؟ قالوا بين 8 ل 12 ساعة من اختفاء نانسي الجروب مشي. هذا أكبر ريد فلاج في القضية كلها. نانسي اختفت تقولنا يوم 19 على الصباح، ممكن بين الصباح للظهر. أبو نانسي، طبعا أبو نانسي ونانسي عموما هم عايشين في نيويورك، أبو نانسي دق على أخت نانسي اللي اسمها نيكي. نيكي وقتها كانت في المخبز. الأب دق على نيكي قال لها الآن ترجعي بسرعة. جريت نيكي للبيت وقال لها في اتصال غريب جاني ومجهول ويقول المتصل إنه نانسي ما حترجع البيت. هذا في يوم 19، في نفس اليوم اللي البنت اختفت فيه بس في الليل. عيلة نانسي قاعدوا كده اللي إيش قصدك إن هي ما حترجع؟ يعني عجبها مثلا هناك الجلسة بتعيش ولا حتكمل هناك؟ طب ليش ما تتصل هي وتقول؟ ولا هي مثلا قالت أوه خلاص فلان أنت معاك الجوال مرة واحدة اتصل في أهلي وقول لهم. فالأهل كانوا مشوشين بس ما فكروا بشيء سيء، يعني على بالهم أنه هي لسه حتطول وما حترجع، فهمتوا كيف؟ لكن لما مر الوقت وعرفوا أن الكل رجع بدون نانسي، هنا فهموا كلام المتصل أن نانسي فعلا ما حترجع لأنه هي ميسينج. حطوا في بالكم نيكي وجوناثان اللي هم أخوان نانسي هم اللي كانوا متحدثين باسم العيلة، هم اللي كانوا يطلعوا أو يتكلموا مع أي شخص يبغى يساعد، هم كانوا الواجهة حقت القصة. رجعوا بيتصلوا تاني في الرقم عشان يسألوا، بس الرقم أتوقع ما كان يرد عليهم وهم مو فاهمين إيش اللي صار بالضبط. وهذا أسوأ اختفاء ممكن تتخيلوا، إن مو بس أنت ما أنت عارف الشخص ده ميت حي إيش قاعد يصير فيه، هو في بلد تانية تماما. الشرطة في غواتيمالا كانت
هيدي قاعدة تدور على نانسي لأنه تم إبلاغ الشرطة إنه نانسي ميسينج. والسيستم في غواتيمالا لمدة 3 أيام لو اللي بيدوروا عليه ما ظهر أو ظهر حتى بواقي أو جسمه أو أي شيء يوقفوا عملية البحث خلاص. ما عرفوا إيش يسووا الأهل، قاموا راحوا على GoFundMe. هذا موقع عامل زي جمع تبرعات، اللي يبغى يتبرع بيكتب إيش سبب التبرع، يكتب كامل إيش القصة، ويكتب مثلا إيش المبلغ اللي هو يبغاه، وحسب كل شخص ممكن يتبرع بالمبلغ اللي يبغاه. ممكن الشخص يتبرع إنه anonymous بمعنى مجهول، أو يكتب اسمه عادي، ويمديك وانت بتتبرع تكتب كومنت معين. مثلا عيلة نانسي عملت GoFundMe لأنها تبي تستأجر هليكوبتر، تبي تستأجر غواصين، تبي تستأجر فريق بحث كامل ودرونز وما إلى ذلك عشان يمشطوا البحيرة هذه. العيلة استعانت بفريق البحث مشهور اسمه بلاك وولف، واحدة من أقوى مجموعات البحث اللي موجودة، قد ساعدوا ناس كثير في البحث عن الأشياء أو الأشخاص المفقودين، فكانوا فريق جدا قوي. فريق بلاك وولف بحث تقريبا 95% في هذه البحيرة. هتقولوا لي طيب وال5% الباقية؟ هقول لكم ال5% الباقية برضو هتعرفوا قدام فين ممكن تكون. فأكيد دام في 5% ما تم البحث فيها لصعوبتها، فممكن تكون البنت هناك. شوفوا كل اللي انا هقول لكم هو هذا في خلال 3 أسابيع من يوم اختفائها. تخيلوا كل الزحمة اللي صارت والضجة الإعلامية وفريق البحث والأهل راحوا الجوفاندمي وطلعوا في التلفزيون وما أدري، كلها في خلال كانت 3 أسابيع. وقالوا لو البنت غرقت والمفروض جسمها يطفو سطح الموية، ما ذكروا متى بالضبط، لكن تم العثور على قارب نانسي. واللي استغربوا منه إنه قارب نانسي كان ما في المجداف، برضو ما حددوا هل المجداف كامل اللي هي العصاية والطرفين اللي فيها ولا بس الطرفين، لكن كان ما في المجداف بس القارب. ليش المجداف مو موجود؟ وما قالوا كيف لقوه. حتى في جروب تاني انضم لفريق البحث عرض يعني على العيلة، قالوا لهم ان احنا عندنا معدات زي السونار تمشط المكان وممكن توريكم الجسم على بعد ما ادري كم عمر، ومو بس كده حتى نقدر نطلع لكم هو لو كان تحت المويه. ده الفريق ما ندري ايش وصل. طيب ما اعرف هل هو لسه ما زال بيبحث للان ولا ايش عمل، ما ندري ايش اللي وصل له، لكن هذه المعلومه انذكرت انه هم دوروا. لكن فريق البحث قرر يدرس حاله الطقس وقت ما نانسي اختفت، وهم بيدرسوا حاله الطقس وحاله المويه كيف كانت، بالصدفه لقوا المجداف حق نانسي. وللأسف برضو ما أعرف كيف لقوه، ما كان مذكور في المصادر اللي أنا شفتها، وكان فقط الأطراف يعني ما كانت العصاية وهم مربوطين فيها لا. فهنا كان في أسئلة قاعدة تطلع أكثر من الأجوبة. كل ما يكتشفوا شيء أو كل ما يصير شيء العيلة يكون في راسها مليون سؤال، في أسئلة كتير قاعدة تطلع ما في أي إجابة لأي سؤال. ونيجي الآن للسؤال اللي في بالكم أنتوا وفي بالي أنا كوحدة شافت القضية أول مرة. الجروب ما سألوهم أي إجابة اللي بنعرفها، أكيد حنعرفها من الجروب اللي راح بعد اختفاء البنت تقريبا ب 12 ساعة. مو بس الجروب، إذا بنعرف بالضبط اللي صار مع نانسي حنعرفه من كي، البنت اللي كانت مع نانسي. لا الجروب ولا كي ولا حد فيهم راضي يتكلم. ليش؟ ما نعرف. مفاجأة بعد 3 أسابيع من البحث يصير أبديت في الموضوع ما خطر على بال أحد. وصل إيميل للعيلة من مكتب المدعي العام بيقولوا لهم إنه في أحد الشهود أتقدم وأدلى بشهادته، والشاهد هذا كريستين، كريستين اللي كانت مع نانسي وقت ما اختفت نانسي، الوحيدة اللي تقدر تقول لنا إيش اللي صار. اسمعوا كريستين إيش قالت بالضبط اللي صار معاها. بتقول كريستين إنه هي ونانسي لما كانوا بيجدفوا بعيد عن الجروب كانوا بيتمشوا وكانوا بيتكلموا مع بعض، يعني قاعدين يدردشوا. فبالعادة أنت عارف لما تكون بتدردش بتنسى نفسك أنت فين رايح. فهم بيتكلموا لاحظوا إنه الموية تحتهم صار لونها غامق، اختلف وصارت زي صعبة بزيادة. إيش قصدها بكلمة صعبة؟ بس أتوقع قصدها في الجو، يعني يمكن صعبة في التجديف كمان. ما وصفت بالضبط إيش اللي صار، لكن بتقول إنه قرروا يرجعوا هي ونانسي هنا. فهم راجعين وصلوا لنقطة معينة، نانسي قالت لكريستين إيش رأيك
أنط أسبح شوية. كريستين قالت لنانسي لا، أنت شايفة الموية كيف غامقة، والواضح إن هي مو مستقرة. بس بتقول إنه ما كملت كلامها إلا نانسي نطت للموية عشان تشرح لكم كيف كانت الموية مو مستقرة وقتها. ظاهر كان في أمواج أو شيء. كريستين بتقول برجلها مسكت قارب نانسي عشان لا يروح، لأنه لو سابت القارب شوية حيمشي لحاله في غضون ثواني حسب كلامها. ففضلت ماسك القارب وبتستنى إنه نانسي تطلع، ونانسي ما طلعت. تنادي 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 إلى ما سابت القارب وصارت تركيزها تبى تشوف نانسي فين. ممكن تتسألوا ليش ما نزلت وراها؟ يعني أنا أشوف في الموقف هذا ممكن صعب إنها تنزل وراها دام نانسي نزلت وما طلعت، ونانسي سباحة، فأكيد بدل ما تنزل هي كمان وتروح على الأقل تجيب المساعدة. شافت إنه نانسي ما طلعت فقامت رجعت. بالعربي تبغى تقول لنا إنه نانسي غرقت، وهذا يفسر ليش كريستين طلعت من الموية والكوتش مسكها وكانت جدا متوترة. طيب إذا هذا الشيء صار ليه ما قلتيه من أول؟ وهذا السؤال سألوه الناس كلها والأهل أول ناس. دام غرق نانسي يعني غرق إنه حادث صار، ليش ما قلتي من أول؟ ليش سايبتنا مو عارفين إيش اللي صار؟ ليش سايبتنا غرقانين؟ فقالوا أكيد كان عندها اضطراب ما بعد الصدمة، لأنه شافت شخص غرق قدام عينها فأكيد صدمة. وهذا الكلام اللي أنا بقول لكم هو كله بيكتبوه الأهل أول بأول في GoFundMe، الموقع اللي بيجمع فيه التبرعات. بيقولوا إحنا متفهمين الموقف اللي هي كانت فيه، كان موقف جدا مخيف إنك تشوف شخص قدامك اختفى ما تغرق، بس إحنا عتبانين 3 أسابيع ليه ما جيتي تكلمتي، وليش ما جيتي أتكلمتي معانا في الخاص؟ ليه رايحة عن طريق المدعي العام تتكلمي؟ طيب يعني كان خلصنا الموضوع حبي بيننا، بعدين رحنا تكلمنا مع بعض عند المدعي العام، ورينا ليتي بتساعدي. انت استنيتي 3 أسابيع وإحنا مو عارفين البنت فين، ومو عارفين إيش اللي صار وفين كانت، أنت الوحيدة اللي تعرفي. فواضح إنه كريستين كانت شاهدة على غرق نانسي، بس كانت خايفة تتكلم عشان ما حد يتهمها بشيء. لو كان الغرق من جد من جد مو بيدها، حادثه بيصير، اول شيء حتسوي انها حتطلع برا المويه تقول يا جماعه ناسي غرقت اي شيء، صح ولا لا؟ هنا الجروب ليه يمشي بدري؟ كريستين بتقول احنا كلمنا الشرطه، كلمناهم وراحوا يبحثوا عن نانسي، عشان كده الشرطه كانت بتبحث عنها. بس هم كلموا الشرطه بعد اختفاء نانسي ب 24 ساعه بعد ما رجعوا من غواتيمالا. كمية الأشياء والريد فلاجز اللي موجودة ما لاحظته. فالآن كل الناس عينها على كريستين، والقضية أخذت تغطية كبيرة جدا إلين ما الأخبار بدأت تغطيها. وهنا الناس تتساءل كريستين حتطلع تتكلم ولا لا؟ والمفاجأة إنها طلعت أتكلمت، بس عن طريق محاميها. هي ما طلعت، وهذا كمان ريد فلاج زيادة. ليه خايفة تطلع تتكلمي؟ يا أخي اطلع تتكلمي عادي، قولي إنه كان غرق، أنا شفت كده كده كده، أنا كنت مصطومة، أنا آسفة، اتعاوني. غير كده العيلة كانت بتتواصل معاها وهي ما بترد عليهم أبدا، لا هي ولا المحامي. وأول شيء استغربوا منه الناس إنه ليش تجيب محامي؟ ما حد اتهمك بشيء، ما حد قال لها مشتبه بها حتى. الناس بتقول بس فين نانسي؟ اللي بنعرف إيش اللي صار معها، كيف اختفت؟ ما حد شك فيها في أي شيء يا جماعة. المحامي كان بيقول يعني بيكلم العيلة بيقول لهم إنه على فكرة ترى موكلتي كريستين ما حتيجي بالتهديد، لأنه العيلة كل شوي يرسلوا لها إيميل، وإيميلاتهم كانت جدا دبلوماسية. بس فكروا كمان إن دي العيلة اللي بيعرفوا بنتهم فين، فكانوا بيقولوا لها إنه لو سمحت تتكلمي معانا، إحنا مقدرين وضعك، مقدرين الحالة اللي كنت فيها، بس ترى أنت ما تعرفي حالتنا إحنا كيف، ومع يعني تعرفوا كلام زي كده. وآخر شيء يقول لها شوفي لو ما تكلمتي إحنا حنخليكي تتكلمي. فهي شافت إنه هذا تهديد، وعن طريق محاميها، محاميها بيقول احنا ما نمشي بالتهديد. قامت العيلة طلعت هنا وقالت ترى احنا ما كنا بنهدد، بس حنخليها تتكلم. يعني في طرق كتير بعيد كل البعد عن التهديد، نبغى اجوبة، ليه ما انت ردت جاوبي؟ فاختصار الموضوع كان زي كده الوضع. مع صدمة العيلة وقهرهم وخوفهم، الا انهم ما زالوا دبلوماسيين عشان يبون ياخذوا اجوبة، لكن كلنا اكيد عارفين كيف حتكون اعصابهم من جوا. العيلة اخذت الموضوع مع كريستين بدبلوماسية عشان كريستين تتكلم، لكن مجتمع الانترنت ما كان دبلوماسي ابدا. وهنا قصدي لما قلت لكم اللي مسكوا القضيه بعدين عندي احساس انهم ما حيحلوها قريب. دحين الجدير بالذكر انه الاف بي اي دخلت في الموضوع، والاف بي اي والشرطه عموما حاطين في بالهم انه سبب الاختفاء هو الغرق او احتماليه انها غرقانه. لكن لو نلاحظ احنا للان ما نعرف وين جسدها،
لو غرقانة كانت بانت. هنا مجتمع التيك توك تحديدا بدأ يفصفص وكل واحد بدأ يعطي احتمالاته. في ناس طلعت في التيك توك حقها مثلا تتكلم بتقول أنا مغامرة، أنا رحت في بحيرات كثير من ضمنهم أتيتلان، بيوصفوا أن بحيرة أتيتلان واحدة من البحيرات اللي أوكي هي جميلة لكن فيها جانب مظلم، نقطة فيها عمق جدا جبار، يعني حتى لو هي غرقت تحت مستحيل الغواصين حينزلوا لها، ما حيقدروا إلا بآلات معينة بخبراء معينين اللي ممكن ينزل العمق هذا. غير كده فريق إنسايدر طيب راحوا عشان يبوا يعني يبحثوا عن القارب ويبحثوا عن أجوبة وقت ما كان القارب مو موجود. بيقولوا الموية كانت صعبة، يعني مع الجو الموية يختلف فيها الوضع، يعني صعب إنك تخلي قارب هنا تلف خمس دقائق ترجع هتلاقي القارب في مكان تاني. والبحيرة كمان كبيرة، يعني أنت ممكن تشوفها في جوجل إيرث من فوق تقول أوه صغيرة، لا هي على الطبيعة جدا كبيرة وعميقة، فإذا كانت موجودة فهي ممكن تكون موجودة تحت. في أمور زي كده بدأ كل واحد يعطي نظرياته في الموضوع، ليش المجداف حقها كان مختفي وكيف لقوه بعدين، فين لقوه إذا المجداف غرق معاها؟ يعني مستحيل يطلع بس المجداف لقوه ولحاله، هذا معناته أن البنت هذه غرقت بفعل فاعل، يا أنه نزلت الموية بأمر من شخص أو أنه هي أصلا مو في الموية. لو هي مو في الموية فين حتكون؟ لما رجعت كريستين لحالها ما شافت أحد تاني، إيلين كانت هي وكريستين الوحيدة اللي في الموية جايين، ما كان في أحد ثالث بيسبح لحاله أو في قارب لحاله، ما نعرف إيش اللي صار. كريستين الوحيدة اللي شافت اللي صار ومصرة على اللي هي بتقوله إن نانسي طاحت وغرقت. ولو كان الكلام كده فعلا، لأنه الشرطة هناك في غواتيمالا قالت بحيرة أتيتلان ترى معروف انه فيها حالات غرق. طيب ماشي، ايش بالنسبه لسترات النجاه؟ هنا نيجي لحاجه تانية، الكوتش حق الجروب بيقول انه المكتب حق تاجير القوارب ما اعطانا السترات حقت النجاه، فهذا برضو غلط على المكتب. إيلين قالت لا انا عرضت عليهم اذا حابين ياخذوا السترات والجروب كامل رفض. الجمله هذه خلت العيله يستغربوا لانهم عارفين إنه لو تم يعني عرض الستر هذه للجروب نانسي أول واحدة حتاخذ السترة، بس الظاهر إنه نانسي شافت إنه أوكي الكل ما أخذ فخلاص بلاش أخذ أنا كمان. لو كان تفكيره كده فهذا كان أكبر غلط. طبعاً الكومنتات الناس في كل مكان في ريديت وفي تيك توك في كل مكان جدا مختلفة ورامية اللوم على كذا شخص، منهم صاحبة القوارب إنه أنت ليش تقولي لهم إذا حابين تأخذ المفروض تلزميهم إنه مع كل قارب لازم سترة نجاة. أوكي هذا غلط منها، بس إنه لو كان هذا السبب كان ناس كثير ماتت بسبب الغلطة دي، مو مبرر إنه ناس غرقت هنا. الغلط الأكبر على الجروب، الجروب إيش عارف وإحنا ما نعرف، تحديدا مو الجروب كامل يا جماعة، أشخاص من الجروب. مجتمع النت شاكك في شخصين، كريستين اللي تكلمنا عنها اللي هي الشاهد الوحيد، والشخص الثاني اسمه إيدي. مين إيدي؟ الكوتش حق الفريق. إذا كل الجروب حيسيبوا البلد في نفس اليوم في نفس الرحلة، هذا معناته التوجيه حيكون من الكوتش. ممكن الجروب أنقل لهم إنه مثلاً نانسي تبى تجلس، كتبوا على الجروب قالوا لهم أي شيء. فأنا ما حلوم الجروب كامل، ممكن ألومهم إنه مثلاً إيش أنقل لهم ما راح أتكلم قدام الناس، لكن الكوتش كان عليه كمان علامة استفهام كبيرة في مجتمع الإنترنت. في مستخدم في تيك توك، شفتوا كيف اللي مشخصينها مع القضية؟ هذا المستخدم اسمه اتش سكتش، انا حختصر اسمه واقول التيك توكر. هذه صفحة اتش سكتش، البني ادم هذا كان مستلم قضية نانسي من يوم واحد الين اخر ابديت يجيله. اي شخص تواصل معه في اي مكان اي شيء اكتشفه اول باول ينزل في التيك توك حقه، فاللي حابب يعرف اول باول ايش اللي صار معاها يشوف الحساب حق اتش سكتش. فاكتشف كم حاجة كده بسببها بدأ مجتمع التيك توك ينفجر وبدأت العيون على القضية تزيد أكتر. وبعد هذا كله بدأوا ناس من الجروب ومن نفس الاستوديو حق اليوغا يتواصل معه. غير كده التيك توكر على تواصل مع عائلة نانسي. التيك توكر هذا اكتشف انه كريستين كانت بتشتغل في مكتب شخص اسمه هارفي، لقبه هارفي محامية. فكان يقول انا مستغرب كيف انت كل يوم تقومي تلبسي البدلة تروحي عشان تدافعي عن أشخاص وتطلعي أشخاص من مشاكلهم وتعدلي بالحق وإنتي ما كنتي حقانية في القضية اللي إنتي فيها، فقط
إنك تقولي الشيء اللي شفتيه من أول يوم. قررت تسيب البلد ورجعتي تاني. يعني عملت كذا تيك توكية كده زي اللي بيستفزها اللي إيش قاعدة تخبي يا كريستين؟ خايفة من إيش؟ وإنه بطل يثق في كريستين ولا محامي كريستين لأنه هم كان كل واحد فيهم مشكوك في أمره بعد مشكلة هارفي هذه. يعني عندكم محامي كريستين كان برضو عليه شكاوي إنه هو ما بقول معتدي بس يعني كان في شكوك إنه هو سوى شيء غلط. فالمهم هو مجتمع كله كده سيء عشان كده التيك توكر مو واثق لا في محامي كريستين ولا في كريستين نفسها. بس سيبونا من كريستين شوية. المدرب إيدي كمية الناس اللي تواصلت مع التيك توكر من الاستوديو وناس كانت مع إيدي في الكلاس قاعدين يتكلموا عن بني آدم ده كلام أبدا مو حلو. الكل بيقول إنه إيدي كان من النوع اللي كيف أقولها بطريقة نظيفة إنه طبعا هي تمارين حق استرخاء بس هو كان يمد يده وهذا الشيء غلط ممنوع مو مسموح له أبدا. كان يمد يده على أساس إنه بيوري البنات كيف التمرين ده لازم تخلي يدك لازم تخلي مدري إيش بس هو كان إيش يعني تعدى الحدود. فكان في واحدة من البنات برضو في التيك توك طلعت وقالت عن الموقف اللي صار معاها مع إيدي وبعدها طلعوا الناس يتواصلوا مع التيك توكر يقولوا له إيوة أنا صار معايا كده أنا صار معايا كده إلين ما في بعض الأشخاص والواضح إنه كلهم بيكونوا مجهولين وأنا عندي إحساس إنهم من الجروب اللي سافر. الناس اللي راح تكلم التيك توكر بتقول له أنت لو تعرف العلاقة اللي بين المدرب وبين نانسي هتستغرب أكتر من ردة فعله. بين نانسي والمدرب مو علاقة غرامية لا أصدقاء لهم فترة مع بعض وهي لها فترة تحضر الكلاسات حقته. فقالوا له ترى مو مجرد إن هي طالبة وهو مدرب لا ترى هم أصدقاء وهذا الشيء ولع الموضوع بزيادة إنه طب يا مدرب إذا هذه صديقتك كده تعاملت مع الموضوع سبت الصديقة دي غرقانة أو ميسينج وخدت الجروب ومشيت. والشيء الأكثر غرابة إنه بعد ما رجع من الرحلة اللي اختفت فيها نانسي زملائه اللي في الاستوديو بيقولوا له ها كيف الرحلة بيقولوا ابتسامته كده شاقة فمه وقاعد يقول كانت رهيبة. وبعد الرحلة هذه كريستين اختفت تماما بطلت تحضر. كل هذا الكلام من الناس اللي موجودين في نفس الجروب ونفس الاستوديو. واحد برضو من الطلاب اللي كانوا موجودين طبعا طلاب مو تفهم الطلاب كلهم صغار لا يعني في ناس كبيرة فأنا بسميهم الطلاب عشان بس تفهموا احنا بنتكلم عن مين. احد الطلاب تواصلوا مع التيك توكر قالوا له على فكرة ترى الاستوديو قال لنا لا عاد تفتحوا موضوع نانسي جوا الاستوديو ابدا ولا تناقشوا. من ناحية في اماكن بتسوي شيء زي كده عشان سمعة المكان لكن في شخص لاحظ انه ايدي رجع تاني يعطي كلاسات عادي جدا ولا كأنه في شيء. الرجال هذا رجع كأنه ما في شيء صار وهو عارف انه في واحدة ميسينج اللي بين قوسين مفروض تكون صاحبته صديقته. الاستوديو لما تبحث عنه وتشوف تحت تعليقات الناس في جوجل هتلاقي في ناس كاتبين انه ايش صار على نانسي او نانسي بتكلموا عن نانسي. ففي احد التعليقات الاستوديو رد على احد الاشخاص دولة هعرض لكم هو هنا مع الترجمة الاستوديو ايش رد على الكومنت. أقاويل كتير يا جماعة قد ما كان في أقاويل عن كريستين اللي كانت مع نانسي فكانت الأقاويل أكتر على المدرب نفسه. طب لو كانت فعلا نانسي غرقانة فعلا ليش المدرب ما اهتم؟ الناس بدأت تنبش في ستورياته وفي كل شيء لأنه هو كان ينزل ستوريات هو الوحيد اللي كان ينزل ستوريات في الرحلة. فكان في ستوريات من يوم 15 اللي هو أول يوم في الرحلة فكانت الستوريات طبيعية وكل شيء تمام وكانت نانسي موجودة إلين يوم 19 الفيديو اللي وريتكم هو وهي بتنطلق هذا كان آخر فيديو لنانسي على قيد الحياة قبل تختفي بكم ساعة. يا جماعة نانسي محبوبة جدا عدد الأشخاص اللي زعلوا على فقدانها طبعا هذا طبيعي أي شخص كده حيكون الناس اللي حوالينه تخاف عليه وتحبه. لكن نانسي لو تسمعوا الأصحاب وأصدقائها وأهلها كيف بتكلموا عنها حتعرفوا أنه البنت دي حقيقي فقدانها حتى الناس اللي ما تعرفها صارت تحبها وتبقى تدور عليها. التيك توكر أخذ تعليقات ناس كتير وبدأ يحللها. في بعض الناس كتبت له ترى على فكرة في بعض الجلسات حقت اليوغا هذه يعطوا أدوية معينة يسموها بهلوسة بس إنها توديك لعالم واللي ما عارف إيش تسوي في مخك يعني يطلب منك تأخذها بعدين تسوي التمارين. فهل الجروب ده كان واخد هذه الأدوية؟ هل نانسي كانت من ضمن الناس دي عشان كده سوت القرار
أهبل ده، لأنه لما جو يبحثوا في غرفة نانسي اللي في الفندق لاحظوا أنه غرفة نانسي كانت مقلوبة بشكل أهلها نفسهم ما صدقوا أنه هذه غرفتها، وقالوا أنه غرفتها اتعرضت للنهب. إيش اللي انسرق منها بالضبط ما نعرف. قاعدين يحطوا الناس نظريات، هل اللي كان بيبحث في غرفتها كان الكوتش بيدور على الحبوب دي عشان ما حد يشوفها، ولا في دليل تاني، ولا نانسي كانت شايفة شيء بالغلط أو عرفت شيء بالغلط، أو أنا عارف إنها حتتكلم عن شيء فتخلص منها عن طريق كريستين. هذه نظريتي أنا. في بعض التعليقات اللي كانت موجودة في نفس الاستوديو حق هذا المدرب بيقولوا إنه هو كان يحب الطلاب الأساسيين حقينه اللي يطولوا معاه يسميهم بكالت. عارفين إيش معنى كالت صح؟ دحين هو شوفوا في ناس تقولها مجازيا يعني على أي مكان كده جروب كده مع بعض وهذا، بس كلمة كالت يعني مو محببة إنها تنقال، لأنه أي أحد حيسمعها دائما حييجي في باله إنه في شيء بيتمارس في هذه الكالت، طقوس أو أي شيء. ففي نظريات كتير ممكن تطلع في راسكم، وهذا نفس الشيء كان الناس كلها في كل مكان حاطة دي النظريات. في ناس قالت ترى ممكن تكون ناس ضحية للتجار، لكن الـ FBI نفت الشيء ده. تخيلوا، قالت لا، في احتمال كبير ترى تكون تحت تحت تحت، فلازم يشوفوا تحت العمق ده هل نزلت جثتها تحت ولا لا. بس لو ما كانت جثتها تحت فهنا أي كذبة قالوها الجروب بمن فيهم كريستين والأخ إيدي المدرب حينعرف إن هم كذابين وإنه موتها كان فعل فاعل. محامي كريستينا يا جماعة بيقول على فكرة ترى كريستينا ما أتكلمت في البداية لأنه احتاجت وقت عشان تتعافى من الشيء اللي هي شافته. فالعيلة قالت إحنا متفهمين، بس برضو على الأقل كان عن طريقك زي ما أنت بتتكلم الآن كانت جيتي تتكلمت، وبرضو ما ينفع تستنى 3 أسابيع عشان تتعافى. طب إذا هي 3 أسابيع تبغى عشان تتعافى، إحنا كم يبغالنا أكيد يعني. طبعا هذا بتكلم على العيلة يعني. غير كده في حاجة ما هي داخلة عقل العيلة أبدا، وأغلب الكلام ده يكونوا كاتبينه في GoFundMe. كيف انت يا كريستينا بتقولي انا قلت للشرطة انه انا صار معايا كده 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 كده، والتقرير حق الشرطة اللي في غواتيمالا ما ظهر فيه اني تتكلمتي معاهم ابدا، ولا الكلام حقك هذا اللي انت قلتي لنا هو ولا شيء ظهر منه، هذا ما كان في تقرير الشرطة. ليه؟ لانه هم سافروا بعدين كلموا الشرطة. هي بتقول لا انا كلمت الشرطة قبل لا اسافر. طب انت لو كلمتي الشرطة كان مفروض اقاويلك تكون مكتوبة في التقرير. اقاويلك ما هي مكتوبة في التقرير. ليه؟ لانه الشرطة اللي في غواتيمالا قالت احنا ما قدرنا نتكلم معاهم لانهم ما كانوا في البلد. يعني كذبتكم انفضحت من الشرطة بنفسها، قالت ان انتم ما كنتوا في البلد. دحين في اكشن صار في الموضوع. المدرب اتواصل مع التيك توكر، رسل له على الخاص انه ترى انت طلعت عني كلام انا ما سويته، سوقت في سمعتي ما اعرف ايش، وقال له انه على فكرة ترى انا ما غيرت الرحلة، انا حاجز الرحلة انه نرجع يوم 20. في بداية القصة إيش قلت لكم؟ المفروض يرجع يوم 22. التيك توكر هنا بيقول حسيت إنه كلامك برضو ما حيثبت لي شيء، زائد إنه المدرب رسل للتيك توكر التذكرة وراله إنه الحجز كان يوم 20 مو يوم 22. قام التيك توكر إيش سوى؟ أخذ التذكرة دي وأخذ رقم التذكرة. ما أعرف التيك توكر ده مين الناس اللي بتكلمه، تمام، بس واضح إنه أغلبهم مجهولين. قدر يعرف إنه فعلا التذكرة هذه حقته كانت بتاريخ 20 مو 22، يعني فعلا المدرب فعلا سافر لأنه هو حاجز يوم 20. لكن تاريخ شراء التذكرة هذه متى؟ تاريخ الشراء كان يوم 20، يعني في نفس يوم الرحلة. وأزيدكم من الشعر بيت، التيك توكر في شخص تواصل معه وهو قال يبغى الشخص ده يبغى يكون مجهول، وأنا حسيت إنه الشخص ده يشتغل في الخطوط لأنه طلب من التيك توكر إنه يعطيله معلومات التذكرة. فلما دخلها في السيستم عرف إنه المدرب كان حاجز يوم 22 ولغى هذه الرحلة وخلاها يوم 20. يعني يا مدرب انت ما اثبت شيء، انت بالعكس زودت بزيادة الشك، وانت بعد ما ناس اختفت غيرت التذكرة. سؤال، ليش ما حس
كده ما فكر شوية إنه والله الحركة اللي أنا هسويها دي ممكن تخلي علي العين بزيادة، ممكن تشكك الناس بزيادة؟ وهذا الشيء اللي مخلي إيلين ولي اللي بيأجروا القوارب مستغربين. هم ما لهم في دفع القوارب، هم مستغربين أنتوا كيف تمشوا وفي شخص ما طلع. أنا شايفها من بعيد، أنا ما أعرف. كل ما تتذكر إيلين هذه اللحظة إنه هي شافتها وهي رايحة، لو إنها ما لفت بس ومشت ورجعت كان شافتها على الأقل كيف اختفت. هذه اللحظات تنرفزني حرفياً، بس ما يكون في بال أحد إنه هذا الشيء حيصير. أنا شايفة حتى لو كريستينا كانت بتقول الحقيقة، أيوة غلطها إنه هي طولت مثلاً، ممكن إيدي المدرب قال لها ما تتكلمي دحين، ما تعرف وش اللي صار. بس لو فعلاً كريستينا كانت شاهدة على غرق البنت وهي ما لها زم، فهذه حتكون صدمة كبيرة. لكن ما حد راضي ياخذ كلام كريستينا على إنه هذا اللي صار. ويقال كمان إنه دي البحيرة ممكن على الصباح تكون هادئة زي ما شفنا في الفيديو هم بينطلقوا، لكن بس يجي الظهر وبعد كده ممكن الموية تهيج فجأة، ففي احتمالية كبيرة إنه فعلا تكون نانسي غرقت. بس هي الحركات اللي بعد كده، الرياكشن حق الجروب، هو اللي أعطى الموضوع بزيادة غرابة. في ناس بتقول الكركبة اللي كانت في غرفة نانسي ممكن تكون عشان كانوا قاعدين بيحاولوا يعني يدوروا على جوالها، يدوروا على مثلا وسيلة اتصال الطوارئ في أهلها أو شيء. وأنا عندي سؤال، يعني مين اللي اتصل في الأهل في يوم اختفاء نانسي وقال لهم إن نانسي ما حترجع؟ هل هذا الشخص كان عارف الموضوع بس مو قادر يعني يسكت، حاسس بالذنب فقال لازم أخبرهم بأي طريقة إن كانت؟ في ناس قالت هذه جريمة كراهية، يعني ممكن كريستينا كانت تكره نانسي لسبب ما ودفتها. في ناس بتقول ممكن هما بيلعبوا مع بعض وهي دفتها بالعينية كأنهم بيلعبوا بس هي عارفة انه هي حتغرق. ممكن بيقولوا ممكن كانوا بيلعبوا مع بعض ودفتها بالغلط وما كانت تعرف انها حتغرق. وممكن فعلا نانسي عندت، لان انا عارف ناس كده شخصيا، ونزلت في الموية. احتمالات كتير، لكن اكتر شيء انا مو مريحني مو كريستين، الكوتش، واللي الان بدأوا الناس يحطوا عليه علامات استفهام وريد فلاكس. فممكن وأنا بنزل هذا المقطع ممكن بعدها بساعة بساعتين بيوم بأسبوع ينزل فجأة تحديث، أو فجأة يكونوا لاقينها. زي ما قلت لكم الموضوع يعتبر قريب وللآن البحث عنها جاري. لو كان عندكم شوية فضول زيي ممكن تروحوا تشوفوا عند H Sketch، أو إذا كان في أي أبديت تقولوا البعض وزي كده. يعني خليتكم أنتوا المحققين المرة هذه.